كان طل العيد غنيتي وسنين عالهجران ما بكيتي تبقى بحد الشمس طلعت نار تبقى أهل وجنود نحميكي. في هذا الصرح العظيم جامعة النجاح الوطنية وتحديدا في مكتب الدكتور رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح الوطنية، جامعة النجاح الوطنية التي لطالما كانت من الرواد في دعم التراث الفلسطيني من خلال النشاطات المتعددة لهذه الجامعة، سواء ترميم الأماكن التراثية وإحياء الفعاليات التراثية. من كل الدكتور رامي الحمد الله أهلا وسهلا فيك في برنامج حروف وطن. دكتور رامي، تراثنا هويتنا، ماضينا، حاضرنا، مستقبلنا. أين دور المؤسسات جامعة النجاح الوطني وغيرها من المؤسسات في دعم وأحياء هذا التراث الفلسطيني؟ طبعا الحلقة اللي راحين تتابعوها بلدة طلوز البلد هي بمساهمة من جامعة النجاح الوطني ممثلة برئيسها الدكتور رامي الحمد الله. يعني بداية بشكركم على هذا البرنامج الجميل والمهم الواقع، وأنا بعتقد كشخص وكمسؤول بعتقد أي شعب مالوش تراث مالوش مستقبل، ومن هون بيجي دور جامعة النجاح الوطنية في الحفاظ على التراث الفلسطيني بكل مكوناته من خلال كليات الآداب والهندسة والفنون وحدة الحفاظ المعماري والعديد من الأقسام في الجامعة التي تهتم بهذا الموضوع. الواقع الجامعة تقوم بالمحافظة على التراث بشقين، الشق الأول نظري بعقد ورشات العمل والمؤتمرات حول أهمية التراث وزيادة الوعي الجماهيري لأهمية التراث الفلسطيني في الحفاظ على الهوية الفلسطينية. ولا نكتفي بالجانب النظري بل نقوم أيضا بالجانب العملي والتطبيقي. فجامعة النجاح معروف عنها أنها قامت بترميم العديد من المباني القديمة، مثلا في نابلس قمنا بترميم خان وكالي وهو خان مهم وتاريخي وأثري في مدينة نابلس، قمنا بترميم العديد من القصور، قصر عبد الهادي، قصر النمر، قصر هاشم، قصر عاشور إلى آخره. نقوم بتوثيق الصبانات، الساحات العامة، البيوت القديمة جدا في مدينة نابلس، كلنا نقوم في هذا العمل. والواقع عملنا لا ينحصر فقط في مدينة نابلس بالمناسبة، هو ينتشر في جميع مدن الضفة الغربية. قمنا بتوثيق البيوت القديمة في بيت لحم بالتعاون مع جامعة بيت لحم، نقوم في أريحة بأنشطة، أيضا نقوم في جميع مؤسسات الوطن، قمنا في سبسطي أيضا في أنشطة للحفاظ على التراث وعلى الآثار الموجودة هناك. بعتقد وحدة الحفاظ المعماري في الجامعة هدفها، هو الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الوحدة في الجامعة، هو الحفاظ على التراث وترميم ما يحتاج إلى ترميم والقيام بعمل توعي للشعب الفلسطيني بأهم المواقع الأثرية، ارتباطاتها التاريخية والحفاظ عليها أيضا. هل ما زالت موجودة بركة الدبكة أو الفنون الشعبية اللي كانت تمثل جامعة أو تمثل التراث الفلسطيني خارج فلسطين من خلال مشاركتها بالمهرجانات؟ لدينا الفرقة الشعبية التابعة لكلية الفنون والتابعة لجامعة النجاح الوطني، وقمنا بعدة أنشطة دولية الواقع خارج فلسطين، قمنا بأنشطة في بولندا، قمنا في أنشطة في فرنسا، في مصر، في تونس. يعني هذا كان نقل، يعني التراث الفلسطيني تم نقله من داخل فلسطين إلى الخارج حتى يطلع عليه الشعوب العربية والشعوب الأوروبية في الخارج، وقد لاقى استحسانا كبيرا. يعني أنا حضرت إحدى الجولات وكم كان يعني الترحيب الحار في فرقة النجاح للفنون الشعبية في الخارج، ولا شك أنه هذا بيعكس أصالة الشعب الفلسطيني وبيعكس تراثه أيضا. ليس المهم أن نحافظ على التراث داخل الوطن، يجب أن الآخرين أن يطلعوا على هذا التراث. وسنويا نقوم بعقد مؤتمر حول التراث والفن الشعبي، نقوم أيضا سنويا بعقد العديد من المعارض، بعتقد أنك حضرت جزء من هذه المعارضة في جامعة النجاح الوطنية، نقوم بدورنا عليكم الوجه. لا شك أنه بتفضل فيه قد يكون صحيح، بعتقد أنه دور المؤسسات الوطنية جميعها سواء الحكومية أو غير الحكومية يجب أن نقوم بدورنا على أكمل وجه للحفاظ على هذا التراث في وقت يعني نعاني فيه من محاولة لطمس هذه الهوية وهذا التراث. بعتقد الكل عليه مسؤولية، وزارة السياحة والآثار، المؤسسات الوطنية كلها، المؤسسات الحكومية كلها، المؤسسات الخاصة، يجب على الكل أن يسهم بطريقته للحفاظ على هذا التراث. وكما ذكرت المشكلة أنه إذا يعني انتهى تراثنا أو زال هي انتهت هويتنا، فيجب أن نحافظ على التراث، لأنه من ليس له تراث ليس له وطن. وإن كان طل العيد غنيتي وسنين عالهجران ما بيتي
على بعد 10 كيلومتر للشمال الشرقي من مدينة نابلس في محافظة نابلس تقع هذه البلدة الكنعانية اللي اسمها تلسة. اشتهرت بأشجار اللوز، ومش أي لوز، اللوز الحلو خصيصا للحلويات وخصيصا للملبس أو اللي بحطوا فيه اللوز. هذه البلد أطلقوا عليها اسم تل اللوز، بس مع الوقت صاروا يقولوا طلوزة، طلوزة البلد. كيف هالناس يا رب اللوز الأخضر يكون نازل، أنا متأكد أنه نازل مشان نقرش لوز ونكهلكم جميعكم. أنا وزميلي المخرج باسل عطلة، استديوهاتنا هوند، رايحين نسند على البلد، نتعرف على أهلها وعلى عائلاتها ونلف في البلد القديمة. خلي كل أبناء طلوزة المتواجدين خارج فلسطين يشوفوا بلدهم وينبسطوا فيها مثلنا. الحقوني على البلد ولا على اللوز؟ على البلد يا ضلي بعين الشمس خليكي، وإن كان ضل العيد غنيتي، وسنين على الهجران ما بكيتي، تبقى بحد الشمس طلعت نبعها ونشود الحدود، مهما تباعدت الحدود روح الدم الحر يفديكي. وكان ضل العيد قالوا يا نافذ احكي عن الوطن، قلت الوطن ما بتحتوي كلمات. الوطن مش لحن غنية ولا قصيدة شعر ولا بيات، الوطن روح واحنا جسد، ومن غير هالوطن كلياتنا اموات. قلنا لكم احنا داخلين على بلد اصلها كنعانية اسمها تلسة، اشتهرت في اشجار اللوز. انت بتعدي الاسم جاي ما بدك ابو. اشتهرت في اشجار اللوز، ومش اي لوز، اللوز الحلو اللي بقى ينصنع او ينزرع خصيصا لصناعة الحلويات، يعني كل الختاري اللي بقى يوصلوا ملبس على لوز بقى من هالبلد. طبعا اتحضر في الاسم، اطلقوا عليها اسم تل اللوز، وشوية شوية صارت طلوزة. واحنا هسه موجودين في مجلس قروي طلوزة، ومعانا نائب الرئيس راح يعرف عن نفسه، وبعدها مثل العادة يا سعادة منبلش باسئلتنا. يعطيك العافية، عرفنا عن حالك اول شيء. الله يعافيك. انا المهندس محمد شنابلي من طلوزة، نائب رئيس مجلس قروي طلوزة. يا حياك الله. أهلا بيك. طلوزة، طب قلت لي الاسم، يلا عدل لي الاسم، الاسم الكنعاني. الاسم الكنعاني للقرية هي ترسة. ترسة. أو ترستيا. تعرف شو معناه ولا؟ لا ما بنعرفش معناه، لأنه اسم كنعاني قديم جدا. اسم كنعاني قديم. قديم جدا. قرية طلوزة تقع على تلال شمال مدينة نابلس. شمال الشرقي لمدينة نابلس. قديش بتبعد عن المدينة؟ في 10 كيلو. تقريبا 9 كيلو. Yeah. 9 كيلو متر عن مدينة نابلس. هذه القرية بلشت بالزراعة، وخاصة زراعة اللوزيات واللوز. زي ما ذكرت أنت مسبقا أنها كانت تهتم باللوز، النوعية خاصة للحلو اللي هو الملبس، اللي كانت المرحلة السابقة هو الحلو السائد الموجود في المنطقة. غير بكلم ملبس المطعوج وملبس هذا الغش من بطله. سكرنا الصفحة. هسا كل طلوزة قديش عدد سكانها الحاليين؟ الحاليين 3000 نسمة، سكان القرية نفسها 3000. نعم. قديش في منها مغتربين تقريبا؟ مغتربين فيها تقريبا لا يقل عن 1500 عائلة. هذول يا زلمة ضلوا في الزلكة لحالهم بيزعلوا بكروا. احنا في حوالي 1500 طلوزة برضه. اكثر. انا بتدخل يا ميزي الدكة في ركبتي. هاي منكم 1500 لا يقل عن 1500. هاي ما لا 5000. بلش من 1500 ل 5000. مجلس الشيوخ الطلوزي يعترض. هاي من هسه شايف. طيب يا سيدي، ما هم بيعرفوا قديش العدد، مش مشكلة.
طيب عائلات طلوزة، طبعا الحمايل العشائر استكبرها ولو عجرة. يلا نشوف. طلوزة بتتشكل من 5 حمايل. عد يا سيدي. الحمولة الأولى حمولة الشنابلي وهي أساس هذه القرية. الحمولة الثانية اللي هي حمولة الحشايكي، وهذه حمولة الحشايكي بتضم 5 عائلات أو 6 عائلات. خلص ما دام بردوا للحشايكي، احنا بهمنا العائلات العشائر الكبيرة، بدناش الفخاد والفروع هذول والشو. يلا. في عنا حمولة الدبابسي، في عنا حمولة الجناجري، وفي عنا حمولة الصلاحات. نسيتش حدا؟ لا كله. حلو. طيب في عندكم بطلوزة من أهلنا اللي تهجروا عام 48 موجودين يعني من اللاجئين؟ في عنا نسبة لاجئين عالية. حلو. تقدر بحوالي 200 أسرة. هذول أنتم بتقدموا لهم الخدمات في المجلس يعني؟ المجلس القروي يعاملهم معاملة المواطن الحقيقي. يعني لا فرق ما بينهم وبين أي مواطن في داخل القرية. طب لو سألتك مساحة طلوزة بالدنومات كديش تقريبا؟ الأراضي المزروعة مع البنى اللي عليها البنى. مساحة قرية طلوزة تقريبا 120 ألف دنوم. 120 ألف دنوم. نعم. هي من أكبر القرى صاحبة الأراضي في محافظة نابلس. طيب أهل طلوزة اللي قلت لي كدي عددهم 3000. عليش عايشين يعني؟ شو بلبنوا بجبنوا بزرعوا فلتوا موظفين؟ يعني أهل طلوزة بيشتغلوا أول إشي كانوا بالزراعة سابقا. بطلوها ساعة بعمل العمالة وعملية التوظيف، وفي بعض التجار وإلى آخره، يعني متنوعين. في حدا بعده بزرع يعني بكلا؟ في زيتون، فيها زيتون البلد، فيها تقريبا 5000 دنوم زيتون. كم جرة زيت بتعمل كل سنة؟ والله يعني ما بزبطش هذا. ممكن فوق 10 طن. 10 طن زيت؟ طن زيت. هذول بجزء حصة الصلاحات هذول لحالهم. 10 طن، 10 طن للبيع. جاهز للبيع، غير للبيع هذا غير تعلي للدار. غير للدار. بعدين زيت طلوزة منيح بقولوا عنه ما شاء الله. زيت طلوزة من الدرجة الأولى. طول لي بالك أنت، تجي لي باروتة خليها، هسا خليه ما عليك منعدل. اللهم صل على سيدنا محمد. هسا لو سألتك جيران طلوزة من الشرق من الجنوب أراضيها لوين؟ طلوزة يحدها من الغرب قرية بيت منين. بيت منين؟ نعم. من الشرق عين شبلي وأغوار الأردن. من الجنوب مدينة نابلس وعظموط ودير الحطب وريد دجل عصيرة الشمالية. عصيرة الشمالية هذا حدود. من الشمال يصيد طمون طوباس. طوباس المدينة حدود طلوز. نعم. الله يعطيك العافية. لسه احنا كلامنا ما خلصش معك، لسه ما وصلناش للهموم وجع الكلب اللي اكيد المجلس بيعاني منه. جولتنا في بلدة طلوزة ما زالت متواصلة، مش تروحوا هيك ولا هيك، لسه طلوزة فيها شغلات. بيتي وسنين على الهجران ما بكيتي، تبقى بحد الشمس طلعت طلوزة البلد. احنا وين واقفين هسه؟ شو اسم المنطقة؟ احنا واقفين يعني في منطقة اسمها سكاك العوايصة. سكاك العوايصة. انا بتطلع جوا شايف بلد جوا. طبعا هي عائلة مهجورة يعني هذه المنطقة؟ حاليا ما فيش فيها حدا. خلينا نفوت جوا لا يسطن، مش نتقلص جوا، يبقى في بواهش عضايهم الحكوني جاي. يلا
ها بقول لك تشيل حي كد البلد. ها دير بالك. تعال يا ابو زراد. ابو زراد تعال جاي يلا. هسا بدي اسالك ولا اسالك عن ذنوبك. انتو كمجلس قروي في بلدة طلوزة، شو اهم شيء انتو شايفينه انه ناقص هالبلد وبتقولوا بدنا يعني زي ما بقولوا في الطول في العرض بدنا هذه الشغلة اللي هالبلد نعملها؟ احنا في عنا مطالب كثيرة وطويلة لان القرية كانت مهمشة. اطلع جاي اطلع. يعني مطالبكم كثيرة يا ابو. طيب بدنا اهم شيء احنا من هالمطالب هاي اللي بتنقص البلد من خدمات لأهل طلوزة البلد، شو أهم إشي؟ أول إشي إعادة ترميم هذه القرى، هذه البيوت القديمة والاستفادة منها لأنها حاليا غير مستفيدين منها نهائيا. طيب غيره الخدمات، شغلات الخدماتية. أيوة الشغلات الخدماتية في عندنا مثلا نطلب بناء مقر للمجلس، لأنه إحنا حاليا القرية الوحيدة بجوز في الضفة الغربية اللي لا تمتلك مبنى مجلس. يلا غيره يا ابو. في عنا مثلا تزفية الشوارع الداخلية في بعض المعاقين عنا. الطرق عندهم اضطرابية صعب المشي فيها، بتعرف انهم هم بيمشوا على العربيات والى اخره. وقدمنا طلب لوزارة الحكم المحلي تزفية بعض الطرق الداخلية في طلوزة. في طلوزة. طيب المي والكهرباء كيف عندكم؟ في عنا مشكلة في المي. أول إشي المي ضعيف، مع أنه طلوزة يا جماعة يعني مدينة نابلس بتشرب من مية أراضي طلوزة. في عنا مشكلة في المي، توسيع بالشبكات المي، طلب منطلب مضخات إننا نوصل للبيوت الأهالي، للبيوت الأهالي في عدة مناطق، في مناطق مرتفعة بتصلهاش المي فبيضطروا يجيبوا المي بالتنكات. طيب انا بدي اسالك سؤال، احنا بنعرف انه منطقه طلوزه ووادي البيدان طبعا هني بلد واحده. نعم. مشهورات بالينابيع ومنطقه سياحيه، بجوز من فلسطين في فلسطين داخل بيجي على بالصيف على منطقه طلوزه ووادي البيدان. منطقه ينابيع في عندكم صرف صحي في البلد ولا ما في؟ احنا للاسف الشديد ما فيش عندنا صرف صحي. هاي اللي بنقول فيه يعني ينابيع وصرف صحي، فمعناها بصير تلوث تداخل بين التداخل بين. فمن اهم المشاريع انه يبقى في صرف صحي في منطقه سياحيه في منطقه مليانه بعيون المي والينابيع. وشوف يخلى يلا يا ابو اطلع لي كل صدك المجاري تاعت نابلس. احنا المشكله انه البيذان هي منطقه سياحيه من الدرجه الاولى، من صنف من وزاره السياحه. مع الأسف الشديد إنه محول عليها مجاري مدينة نابلس. صرف صحي. نعم محول عليها مجاري مدينة نابلس، وهذه المجاري أدت لوجود أمراض مثل ذباب التريحة، أمراض غريبة ما بنعرف الشيء هي، حتى الأطباء في بعض الأمراض إنهم بيعجزوا عنها. فطلبنا إحنا بلدية نابلس إنها تتخذ إجراء على أساس حماية للسكان. هذه المية كمان أدت إلى تلوث المياه الجوفية في داخل المية. طيب مشاريع اشتيلي ناقصة البلد وقدمتوا للمسؤولين في الطالبون في هذه المشاريع، ولا هذه يعني طموحات عندكم في البلد إنكم أنتوا تنفذوها؟ إحنا قدمنا هذه المشاريع للجهات المختصة سواء محافظة نابلس، وزارة الحكم المحلي، وزارة الحكم المحلي، ولكن لغاية الآن ما أعطونا أي شيء. الله يعطيك طولة العمر. ما أيوة إحنا من ضمن صوتنا كأسة برنامج حروف وطن لمجلس قروي طلوزة إنه فعلا مشاريع يعني حيوية ناقصة هذه البلد، منها الصرف الصحي يا جماعة الخير. منطقة سياحية المي بتدخل على بعضها، الناس بتيجي تسبح وتتنزه في منطقة وادي البيدان. أيضا المي ناقصهم مضخات الجماعة على سبة يوصلوا لجميع البيوت المي وترميم وشغلات اشتري صلاحين نخلف عليها بعدنا في بلدة طلوزة. خليكم مع نافذ. هذا الصرح اللي بنحبه أسرة واحنا بقلبه، نحزن نفرح نضحك ننزح، رح نبقى ونمشي نتدربه. نهاوند الانتاج الفني ايدي بايد يا نهاوند، وسنين على الهجران ما بقيتي
بتاعتنا يبقى أهل مشلود نحميكي. بعدنا في حالات بلدة طلوزة قضاء نابلس. طلوزة البلد تل اللوز للمعروفين البلد القديمة. هسا احنا في حارة جديدة بدي واحد بس يقول لي هذه اسم الحارة او لأي عشيلي لأي حمولي. هذه الحارة شو اسمها؟ اسمها هذه حارة المزايدي. هذولا موجودين؟ في منهم موجود هنا يعني؟ لا الكل برمش اللي انا موجود هون. ها في بعض طبعا في الفارعة والبدا. في منها خارج فلسطين؟ الأغلب خارج فلسطين. وسنين عالهجران ما بقيتي تبقى بحد الشمس طلعتنا يبقى أهل مشلود نحميكي. عرفني عن حالك، شو اسمك ومن اي حموله؟ محمد احمد خليل جناجري طلوزه. طلوزه هروش كحه. هروش جناجري هروش. طيب قديش عمر البرشي من الاخر؟ يم يمكن قربت على 90. يمكن يعني مش عارف بالضبط قد ايه. الحجه موجوده؟ لا خلص الله يرحمها. 95 منها. نعمة كريم. شو بكيت تشتغل في البلد انت صحيح؟ اكيد اشتغل. في عندكم زيتون؟ في. بكيت تروح تنكوش عليه؟ نكوش؟ بكيت اخرط 5 شوالات. شايفين ما شاء الله الحج. طيب لو سألتك اخذونا على مدرسة قديمة درست فيها انت؟ درست. انو اللي بكيت درسكم ايام زمان؟ واثق خليل من صبصتي. لحاله؟ لا وعلي عادل ابراهيم تركي. طيب لو سألتك قبل 60 سنة مين بك مختار البلد؟ أحمد المحمد. من أي حمولة؟ بلاطية. بك لتشل البلد ولا تشل عيلة إلها مختار بك؟ لا لكل البلد. لتشل البلد. بلدكم فيها هيك أماكن دينية خضر أخضر أو ولي أو شيخ أو نبي ولا في بكو يقولوا يهوذا وبعدين في ناس قالوا إن هذا يهودي راحوا هدوا الكبر طبعا بضليتوا منه. ابو عمر قالوا لي ابو عمر 90 سنة يعني 90 سنة بتتذكر البلد منيح ايام الشباب. هسه لو سالتك ايام الشباب اليوم عندهم 100 شغله يتسلوا فيها وانتم بكيتوا شباب فيش بكيتوا تقضوا وقتكم انتم الشباب يعني وانتم ابن 20 خمس. انت لما تجوزت قد ايه بك عمرك صحيح اول مره؟ انا ما تجوزتش الا مره. اي سنه؟ قد ايه بك عمرك؟ عمري راحت الحجة ونسيها ونسيها. 13 سنة. شو 13 سنة تجوزت؟ والله قبل 80 سنة معناها انت متجوزت. قبل 80 سنة. اول واحدة تجوز في البلد انت معناها؟ لا بلان البلد بكت. قد ايه بك الفيدة ايامها في طلوزة بتتذكر؟ قد ايه دفعت انت ولا اعطيت وطاه بدالها؟ لا فرخوديت مثلا؟ انطيت اختي. خليني نشوف هتجوز انت تجوزت الفرخوديت شوف جوز اعطاهم سخل شو علفنا؟ لا ما انطيناهم مش شيء. ولا؟ شو يعني سداد دين اخذتها ولا كيف؟ لا يا زلمه قد ايه دفعت فيد ايامها قبل 70 سنه 80 سنه؟ بقول فلاح طيب اخذتها بدل يعني ولا كتبت لهم وطاه والله خذوا هالمال لا لا والله او خذوا هالدنومين؟ لا والله بدل وحدي بدل وحدي. الك قرايب برا بعمر؟ وين؟ برا فلسطين في الاردن في السعوديه الك اولادك برا؟ واحد من اولادي. مين شو اسمه؟ عمر. اطلع انا وشو بتحكي له؟ شو سلم عليه شو بدك تقول له عمر هاي بتطلع هو الله يرضى عليه. وين موجوده في الاردن بتعرف؟ موجود في الزركه. في الزركه بروح وبيجي ولا عايش هناك؟ لا عايش هناك. انت اخر مره شفته من العام؟ والله انت من ما ترملت باين عليك يا حج يعني خلص. عشان الحال من شركه الراجحه المنظفات الكيماويه مبروك عليك هذا قيمتك اكبر من هيك يا حاج. الله يبارك. بنقدم لك هذه الهديه. يعطيك العافيه ابو عمر. الله يعافيك بالصحه والقوه.
طيب أول شيء عرفني عن حالك. أنا أحمد زودي حسن دراوشي. دراوشي؟ أيوة. درويشي زي ما بقول. درويشي. قديش عمر البلد شيء؟ عمري حوالي 75 يعني. طول بالك، هسا قلت لنا الحج اللي قبلنا أنا وياه بكينا جيران وصحبي. عشان الحج موجود بدك تقول لك 10 سنين علينا. يا سيدي سوي لي 80. لا أنت كنت جاري صاحبي. بدك الهوية ووريك إياها. لا لا بدناش الهوية، هذه تسنين كلياتها خلص رضينا فيهن. نعم. الحج هي ما فيش غيرها لا ثاني ولا. الحمد لله. الحمد بس لله. شو في عندك حاب تحكي عن طلوز، عن عادات تقاليدها قبل؟ يا سيدي في الافراح العادات والتقاليد كانوا الناس يعزموا على بعضهم يوم في مناسبه اعراس. تلتم البلد كلها، تلتم البلد كلها وغير البلد كمان. ابو يعني عمر نعم من الحج موجود مشان تقول الله يطول عمره. الله يطول عمرك. شركه الراجحه منظفه يا سيدي بنتشرف. اهلا، نقدم لك اياها هذه. شكرا لك ولهم، يعطيك العافية وبارك إن شاء الله فيك. إلك قرايب برا شيء؟ إلي. عالسريع. إلي إلي. إلي أخوان برا في الأردن. يلا شو بتقول لهم عالسريع؟ بقولهم بسلم عليهم. يا بيت شمع وغيط ششينا، غرب وشتات ونار تكوينا، هيدا ننسى اليوم ماضي. هسا هذا أقدم جامع موجود في طلوزة يعني؟ في طلوزة نعم، يطلق عليه المسجد الغربي حاليا. في الأوقاف مسجل رسميا، ولكن هون العادة المتبعة بين أهل البلد يقال له مسجد الأربعين. ليش 40؟ مش 44 يعني؟ لا يقال مسجد الأربعين. مسجد الأربعين. أيوة. مش عارفين ليش يعني. أنا بحكي لك ليش. يقال إنه استشهد 40 شخص ودفنوه في أرضية المسجد. يعني سموه مسجد الأربعين. أيوة. لأنه يعني إنه في 40 واحد استشهدوا. أيوة. هو ومدفونين. أما ما فيش أضرحة لهم ولا. لا لا لا. طيب هذا الحارة، حارة مين هذه؟ الحارة الغربية يا أهل طلوزة. الحارة الغربية. يلا خلي الكاميرا تخش على الحارة الغربية. روح يا أستاذ باسم. وإن كان طل العيد غنيتي، وسنين على الهجران ما بكيتي، تبقى بحد الشمس طلعت. هذه فالة على حالها شو هي يا ابو؟ هذه اول مدرسه انشئت في طلوزه في سنه 1918. يا سلام، هذه اقدم مدرسه. أقدم انا بقيت على ايام البيضه والغيف يعني. ايوه بالضبط، كان التعليم هون ذكور واناث مع بعض، ويعني بتقدر تقول هي خرجت معظم العقول. في سؤال بدي اساله بس لك، ما ظنيش تعرفه، بنساله لاختيار انه نوبلك يدرس هنا. شايف على كل حال يا اهل طلوزه اللي برا خارج فلسطين، هنا سيادكم بقوا يدرسوا. اذا كان لك بكير ندرس اربع طوابق، كل هذا قول البيت شايفه البكير تدرس فيه. اقدم مدرسه، وهذا دليل على انه نشوفه من عام 1921 بكت 18 بكت تعليم في طلوزه. وحكى ابو نائب رئيس المجلس القروي انه بقوا يعلموا حتى البنات بكين يتعلمن في طلوزه. لسه جولتنا ما خلصتش، الحكوني. الاخ انا بعرفنا عن حاله اول شيء، الاخ يوسف طلال ابو علي. ابو علي، ابو علي قالوا لنا انك انت لغايه الان محافظ على المهنه التراثيه اللي هي صناعه الصابون البلدي من زيت الزيتون. زيت زيتون ولا بنخلط ولا؟ هذا زيت زيتون نقي 100%. زيت الزيتون عندنا احنا بصير بسكت الزيتون جول. فبنيجي بنجمع ثمار الجول هذه وبندرسها في المسر لحالها. على اساس نحافظ اول شيء على جوده زيتنا وقت بتصدر برا او بوكلوا الناس، بيطلع زيتنا كيف 100%. بنعمل هذا زيت الجول، بنعمل منه صابوني اللي هي قدامك هذه. طيب هاي عندي صابوني، انا شايف صابوني اللونين يعني. هذه صفراء او غام كبيج. أيوة. وهذه بيضه. هذه بيضه زيت نقي 100%، زيت صرف. هذه هذه
عبارة عن الزيت اللي بيكون بسموه فيه ترطب. الترطب هذا اللي متصفي في قاعة التلج. أيوة. منقدرش نتخلص منه فبنعمل فيه صابون. طيب بيكون بيأثرش عن الترطب هذا بحكم جودتها مثلا؟ لا بس هو لونه. اللون بس لونه يعني. ولا هو برضو من الأصل بيكون زيت زيتون. يعني ريحته طيب. نفس أبو علي. بدي أسألك ولا أسألك عن دمك. أنت هذا المين يعني أنت حابها هيك كهواية ولا بتعملها للتجارة؟ لا أنا هذا أكثر إشي أكثر إشي بعمل هواية أنا ولف يعني كانت أمي الله يرحمها تعملها وأنا صرت يعني تعلمت منها كيف بتنعمل زيت الصابون هذه وبطبخها إلي احتياج الدار احتياج الدار والأصحاب كثير يعني بيجوا بدنا أبو علي بدنا تعمل لنا الصابونة اللي هي البلدية بيروحوا ناس مثلا عند دكاترة بيصير عندهم حب على وجههم كله بدك صابونة بلدي كله بدك صابون بلدي فبيجي بكل اللي بدي فلكة بدي ثنتين بعطيه يعني ما هذه هذه ما بعرفش بالسوق قديش ب 20 بيبيعها في الكيلو يعني بالكيلو بيشتروها الكيلو ب 20 شيكل يعني 4 دنانير يعني تكريم. بس هذه زيت زيتون صار هذه زيت زيتون حتى بتقدر تاكل منه يعني ما في اي اشكال شو نوش الصابون يا ابو علي بدك لا تاكل من الزيت مش الصابون يعني صنع في طلوزة لغايه الان في طلوزة هيكم زي ما سمعتوا انهم بعدهم بيصنعوا الصابون البلديه اللي بموتوا عليها الناس وبيحبوها احنا برضه لان بدي اضيف انه ما نستعملش شيء ثاني مع هاي زيت الزيتون بس زيت زيتون هي ظهو بالجلان وهي الاطروني هذا الاطروني هذا الكاويه هي هذه وبنخمرها قبل بيوم وبنعمل لها عملية الطبخ ثاني يوم للمغتربين اللي برا اللي بدوروا على الصابون البلدي من كلكم هاي هذه خالي من هاي اي هاي من ابو علي لكم يلا أيوة. خذوه تبقى بحد الشمس طلعت النار اعزائي المشاهدين هيك منشون وصلنا لنهاية حلقتنا في بلدة طلوزة قضاء نابلس زي ما شفتوا البلد حلو كثير بس قبل ما ننهي معانا السيد محمد صلاحات شنابلي نائب رئيس المجلس القروي اذا في عندك اي رساله او مناشده سواء بقت داخل فلسطين او خارج فلسطين احنا بنناشد السلطه الوطنيه انها تتبع معانا في المشاريع وتحط طلوزه في اولويات المشاريع ناقصها كثير يعني لانها بلدي مهمشي منبوذي من كافه المشاريع وبنطالب من اهالينا اللي في الخارج في الاردن في السعوديه في امريكا في الخليج العربي انهم يمدوا ايديهم وايد المساعده لاهل طلوزه على اساس ينهضوا في اقتصاد البلد ويساهموا في تطوير بلدهم ومشاريعها واذا في اي شيء لكل ابناء طلوزه نرجع منقول المثل الفلسطيني شو بقول ما بحرث الارض الا عجولها يعني يا ابناء طلوزه خارج فلسطين بدنا همتكم معنا تساعدوا مع المجلس في تطوير هذه البلد مد يد العون لهذه البلد وبشكركم على حسن الاستضافة وإحنا بنشكر جامعة النجاح الوطنية اللي قامت على هذا البرنامج مشكورين وكثر خيرهم ويعني بنتمنى إنهم يعيدوا هذه اللقطات بعد ما تصير هذه المشاريع إن شاء الله المستقبلية ونوضحها للناس كلياتها وإحنا برضو بنشكر الدكتور رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح الوطنية على هذه الحلقة المقدمة باسم جامعة النجاح الوطنية وبنتوجه لجميع المؤسسات القطاع الخاص والهذا إن البرامج التراثية تراثنا هو هويتنا هو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا من لا ماضي له لا حاضر له حتى ألتقيكم نافذ أبو شرخ يشكر لكم حسن المتابعة ويقول لكم اطلعوا على حراث كيف بيتم في أراضي طلوزة على العادات والأدوات التراثية القديمة وإلى اللقاء فلسطين مين ومين متلك مين يا زهرتي